يتم حاليا التعامل او تجهيز كادر بشري في الوقاية الشخصية للكادر من خلال التركيز على التعقيم، من خلال الواقيات الشخصية. طبعا كان هناك اقسام بالمشفى مختصة في التعامل مع الإصابة، من العناية المشددة في حال لازم إلى غرف العزل، بالإضافة إلى الطاقم الموجود هو يتم الاستعداد لاستقبال والتعامل مع أي حالة ترد للمشفى. بالنسبة للإجراءات، طبعا تعطيل الجامعات تصب في نفس المصلحة العامة للمواطن بعدم نقل الإصابة من مواطن إلى آخر. معظم الأمراض التنفسية المزمنة اللي متعودة تراجعنا بمشفى ابن النفيس بهالوقت هذا من السنة بتزداد الأعراض عندهم. نعرف أنه هلأ وقت انتشار غبار الطلع، فمو كل زيادة أعراض تنفسية معناتها مريضك شك كورونا. هلأ الحقيقة هذا الفيروس صحيح ماله شديد لأنه سريع الانتشار، فكل الإجراءات اللي اتاخذت من تسكير مدارس وجوامع كلياتها أنا بظنها 100% جستيفي، يعني مبررة. الحقيقة الحذر واجب، لأنه نحن اللي مخاف عليهم بهالفترة هي هن الكبار بالعمر، هن اللي عندهم كوموربيديتي، عندهم أمراض مزمنة مخاف عليهم. دائما نحن أي تلامس مع المريض لازم نكون لابسين كفوف وحاطين الكمامات. صار في تلامس للمريض أو عدة المريض أو سرير المريض نرجع بعدها نغسل بالمي والصابون والتعقيم الكامل. طبعا نحن عم نستقبل هون حالات، جميع الحالات، مو ضروري يعني مثلا نحن محددين شيء، بس نحن بنطلب من الأخوة المواطنين أهم شيء يعني إجراءات الوقاية اللازمة، يعني غسيل مستمر بالماء والصابون للأيدي مثلا لو كل 5 دقائق لو كل 10 دقائق، أهم شيء الواحد يغطي الكمامة. أهم شيء أي في تجمع بالإسعاف مثلا، والله مريض مع مرافق واحد بكفي بيعطينا معلوماته اللازمة له مثلا عن حالة مرضه، أدويته اللي بياخدها، المرافقين اللي بيكونوا البقايا فيهم ينتظروا برا، هي أهم شيء.